يا مساء الخير واهلا وسهلا على كل الاهلاويه. يوم جديد وحلقه جديده السادسه مساء، اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده الحقيقه حلقه خاصه جدا مع ضيف خاص جدا. دايما لقب الجوكر لما جمهور الكره بيطلقه دايما على لعيب داخل المستطيل الاخضر، يقدر المدير الفني او الجهاز الفني يوظفه في اكثر من مركز. لكن الحقيقه الجوكر اللي معانا النهارده جوكر من نوع تاني، على الرغم الحقيقه من هو واحد من اهم النجوم اللي لبسوا تيشرت النادي الاهلي وحقق معاه طبعا بطولات كتيره جدا ومع منتخب مصر، وراجل الحقيقه لعب في كل البطولات، لعب في بطوله امم افريقيا، لعب في كاس عالم قارات، لعب في اولمبيكس وخد بطولات كتيره جدا. لكن الجوكر هنا مختلف شويه، الجوكر هنا جوه الملعب وبره الملعب الحقيقه، لانه انجازاته وبطولاته اللي حققها مع النادي الاهلي كلاعب قدر كمان يكررها لما كان مدير فني، وما اكتفاش بس بمسيرته مع الفريق الاول لنادي الاهلي، لكن كمان واحد من نجوم المحللين في قناة النادي الأهلي. الجو أو جو الكرة المصرية كابتن محمد يوسف هيكون ضيف علينا في حلقة النهاردة من السادسة. أتمنى إن شاء الله أنه اللقاء يعجب حضراتكم. مساء الخير على حضراتكم مرة تانية، ومساء الخير يا سارة. مساء الخير عليك يا أحمد، ومساء الخير على حضراتكم في حلقة جديدة من برنامج السادسة. كمان طبعا هنتابع أخبار الأهلي وآخر الأخبار في التدريب النهاردة. خلاص مباراة وادي دجلة يوم الجمعة، باقي يومين خلاص، وإن شاء الله أكيد مباراة مهمة، وأكيد التلات نقط مهمة، ونتمنى إن احنا ناخدهم عشان نبقى في صدارة الدوري ب 65 نقطة. وكمان خلاص المباريات اللي جاية دي كلها تحضير لمباراة الوداد في افريقيا، واللي هي طبعا حلم جماهير الاهلي يا احمد. طبعا يا ساره، وخصوصا انا لسه كنت بدردش انا وساره قبل الهوا على طول انه الست سنين الاخرانيين دول كانوا صعبين على الاهلي وجمهور الاهلي. ليه بقول الكلام ده؟ لانه احنا تعودنا انه البطوله الافريقيه ما تبعدش عنا فتره طويله كده. بالنسبه للنادي الاهلي ست سنين بعيدا عن لقب قاري، يعتقد انه يعني شيء صعب، جمهوره ما يستحملوش. في ناس تقعد ست سنين، 10 سنين، 20 سنه ما توصلش اساسا لنهائي افريقيا، ده ممكن يبقى شيء طبيعي، بس بالنسبه لجمهور الاهلي وبالنسبه للنادي الاهلي ده طبعا بالتاكيد امر مش طبيعي على الاطلاق. ونتمنى ان شاء الله ان البطوله تكون من نصيب، خصوصا النهارده. ويمكن جزء من حوارنا مع كابتن محمد يوسف كان هو المدير الفني اللي قدر يفوز باخر بطوله دوري ابطال حققها النادي الاهلي في 2013، وفاز كمان بعدها طبعا بكاس السوبر. لكن الكلام كمان هيكون عن مشوار الاهلي في دوري الابطال بشكل كبير. نبتدي اخبارنا يا ساره؟ نبتدي عناوين الاخبار. الاهلي يخوض تمرين قوي استعدادا لمواجهه دجله. نصائح فنيه خاصه من فايلر للاعبي الاهلي. السوليه يواصل تنفيذ برنامجه التاهيلي. فايلر بيستفسر عن برنامج تأهيل الشحات بعد ما أجرى جراحة الفتاء. سيناريو جديد بيفتح طريق ميسي لمغادرة برشلونة. ويوفنتوس يجري محادثات لضم لويس سواريز من برشلونة. برحب بحضراتكم من جديد، وبنبدا باخبار الاهلي. طبعا الفريق الاول بالاهلي خاض النهارده خلاص تمرين قوي النهارده الصبح على ملعب التتش بالجزيره، استعدادا طبعا لمواجهه وادي دجله يوم الجمعه اللي جايه. التمرين ده كان فيه وحدات تدريبيه متنوعه فنيا وبدنيا، وده طبعا لاكتمال جاهزيه الفريق لمباراه دجله. طبعا احنا عارفين ان الاهلي خلاص بيسعى لمواصله مشواره نحو لقب الدوري، كل مباراه دلوقتي بنلعبها مهمه جدا بالنسبه لنا، مهم جدا ان احنا نحقق ثلاث نقط ونوصل للنقطه 65 في صداره الدوري الممتاز. طبعا خلينا نقول يا ساره انه من اللحظه دي انا يمكن في حلقه امبارح ابتديت وقلت انه خلاص بدانا العد التنازلي، هو حقيقي، وكمان الجهاز كمان بدا العد التنازلي. النهارده كان في سياج من السريه بيحيط بتدريب الاهلي، واعتقد ده معناه انه الجهاز مش بس مركز فيه او مش بس بيحضر لماتش دجله، لا، من اللحظه دي بدا استعداد وتحضير الفريق الاول قبل نهائي دوري ابطال افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله 270 دقيقه بيفصلونا عن حلم حمل درع بطوله دوري الابطال. الحقيقه النهارده كمان ريني فايلر كان ليه وقفه او اجتماع يعني مع لعيبه النادي الاهلي قبل التدريبات، اتكلم معاهم على بعض الامور الفنيه الخاصه بالاستعداد او بالتحضير لماتش دجله، واتكلم على اهميه الماتش ده بالنسبه للفريق، خصوصا انه الماتشات اللي جايه كلها دجله حرس اسماعيلي يعني الاهلي بيتعامل معاها انها مباريات، بالاضافه طبعا انها ماتشات مهمه في مشوار الدوري، لكنها بشكل كبير جدا هي الفرصه الحقيقيه قدام النادي او قدام الفريق انه يحضر ويجهز نفسه لماتش الوداد في دوري الابطال. الماتش الاول بنفكر حضراتكم ان شاء الله هيكون في المغرب يوم 26 سبتمبر.
كمان يا احمد عايزين نقول ان عمرو السولية لاعب وسط الفريق بيواصل تنفيذ برنامجه التاهيلي علشان يتعافى طبعا من الاصابه اللي هي في العضله الاماميه اللي تعرض لها طبعا في مباراه المصري الاخيره بالدوري. اللاعب خلاص يعني ادى جلسه علاج طبيعي وتاهيل في الجام على هامش التمرين الجماعي الصبح النهارده الصبح. اكيد بنتمنى له الشفاء يعني انه يرجع لنا بالف سلامة. طبعا عمرو من الاعمده الاساسيه في فريق النادي الاهلي طول مشواره اللي فات، وان شاء الله باذن الله اصابته بسيطه زي ما عرفنا ومش هتاخد وقت، والاهم ان شاء الله ان هو يكون جاهز وفورمه قبل ماتش الوداد باذن الله. وكل لعيبه الاهلي حتى يعني مكان الموجودين مكان عمرو اعتقد ان هم كلهم نجوم في نفس المكان. كمان من اخبارنا انه فايلر كان ليه جلسه النهارده مع دكتور خالد محمود طبيب الفريق عشان يسأل على حالة حسين الشحات اللي بدأ زي ما قلنا من امبارح انه بدأ او دخل في برنامج تأهيل عشان يتعافى طبعا من جراحة الفتاء اللي قام بيها في شهر يونيو اللي فات. فايلر اتكلم مع دكتور خالد عن حالة اللاعب وعن الفترة المتوقعة او مدة البرنامج التأهيلي اللي بعدها يقدر كابتن حسين الشحات ان هو يشارك في تدريب الفريق بشكل جماعي. الشحات يمكن كمان كان خاضع لمسحه طبيه في بدايه الاسبوع ده عشان الكشف عن كورونا، والحمد لله جت نتيجتها سلبيه وبدا بالفعل برنامج التاهيل ونزل التتش اليومين اللي فاتوا وبدا في تنفيذ برنامج التاهيل اللي تم اعداده ليه. طيب في موضوع ميسي بقى سيناريو عجيب كده احمد، خليني اقوله للناس وبعدين اسالك عن رايك فيه. تمام. هي انه صحيفه موندو ديبورتيفو الاسبانيه قالت او كشفت عن سيناريو جديد اتفق عليه ميسي مع مستشاري القانونيين عشان يكون قادر ان هو يسيب برشلونه في حال استمرار تعنت النادي في التفاوض على بيعه. الصحيفه قالت ايه بقى؟ قالت ان ميسي بيستهدف ان هو يلجا للفيفا ان هو يتقدم بطلب انتقال مؤقت، وده من خلال النادي اللي هيروح له الصيف ده، وهو طبعا على الارجح هيكون مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا. طب ايه المفروض يحصل؟ المفروض ان المان سيتي بيتقدم بطلب من خلال مقاضبه الاتحاد الانجليزي لكره القدم لنظيره الاسباني بان هو ينقل ميسي للفريق الخاص سي ام اس عبر نظام الانتقالات. طب كده بيقول لك انه كمان من المتوقع ان الاتحاد الاسباني يرفض الطلب ده، وده طبعا نظرا لارتباط ميسي بعقد مع برشلونه، عشان كده هيتوجب على السيتي ان هو يخاطب الفيفا بعد كده اللي هيقوم بدوره بمخاطبه الليجا بان هو يمنح الانتقال للاتحاد الانجليزي. بعد كل ده قال ان في حال تنفيذ السيناريو ده من المتوقع ان يحكم القاضي بضروره دفع قيمه الشرط الجزائي في عقد ميسي عشان المان سيتي كده هيبقى مطالب وقتها بان هو يدفع 700 مليون يورو لبرشلونه. كده احنا عملنا ايه بقى؟ كده احنا لسه ما عملناش حاجه. طب ايه السيناريو؟ هو احنا مبدئيا كده يوم بعد يوم من الواضح انه اسبانيا كلها في كفه وميسي في كفه ثانيه، يعني انا بيتهيألي انه بدل ما المواجهه كانت بين برشلونه كنادي يعني او كاداره وبين ليونيل ميسي نجم الفريق، احنا النهارده بنتكلم على وقوف الاتحاد الاسباني في صف نادي برشلونه ووقوف الدوله الاسبانيه بكاملها في صف برشلونه، لانه خدوا بال حضراتكم الموضوع ليه بعد اقتصادي بشكل كبير جدا. وانا يمكن في حلقه سابقه انا وساره لما فتحنا الموضوع ده كنا بنقول انه غياب ميسي عن برشلونه مش بس ضربه قاسمه لنادي برشلونه ولكنه ضربه قاسمه للليجا الاسبانيه ككل، واعتقد انه بعد خروج رونالدو منها وخروج ليونيل ميسي انا بتهيألي انه الاثنين دول كانوا بيمثلوا تقل كبير طبعًا جدا ونقطه. بس صدق يا احمد رئيس الليجا قال انه نيمار بعد خروجه الليجا قدرت تستمر، رونالدو الليجا قدرت تستمر، ميسي مستحيل هتوقع الاقتصاد تماما. تمام، بس خلينا برضو نبقى متفقين انه كل اللي بيحبوا الكوره سواء بيشجعوا ريال او بيشجعوا بارسا انه المواجهات بالاضافه انها الكلاسيكو دو لوس كلاسيكوس ده زي ما هم بيقولوا اهم كلاسيكي على كنا بنشوف ماتش بين ميسي وبين رونالدو، ده كان الحقيقه عامل حاله توهج شديده جدا في الدوري الاسباني. صح. اعتقد ان خروج ميسي من الدوري الاسباني مش بس هيضعف برشلونه لكن هياثر بشكل كبير على الدوري ككل. الاهم بقى السؤال، هل في لعيب كوره مهما بلغت حجم موهبته يستحق ان في نادي يدفع فيه 700 مليون يورو في لاعب مهما كان قدره ومهما كان حجمه موهبته في لاعب يبلغ من العمر 36 سنه؟ انا بعتقد انه الرقم ده تقريبا شبه مستحيل، واعتقد السيناريو ال ميسي مش 36 اعتقد 36 سنه او 34 او 33 مش يعني
في 33 او 34، خلينا نقول في منتصف الثلاثينات، يعني في منتصف الثلاثينات بنتكلم على 700 مليون يورو. ده مبلغ ممكن تجيبي في فريق في اكبر واهم نجوم اوروبا كلهم. دي نمره واحد. نمره اثنين، ده بيفتح سؤال او بيفتح باب لسؤال ثاني اهم. الفريق اللي هيصرف على 700 مليون يورو على لاعب واحد بس مهما كان اسمه، كان ميسي او غير ميسي، ده معناه انه الفريق نفسه متكلف كام، وايه ممكن يكون انا بكلمها لغه بزنس مش رياضه، وايه ممكن يكون مردود في صناعه كره القدم او استثمار في كره القدم على فريق ممكن يكون متكلف اكتر من مليار دولار. ده سؤال تاني. والسؤال الثالث والاهم طبعا، احنا عارفين ان اوروبا فيها فاينانشال فير بلاي، دي طبعا نقطه احنا بنفتقدها عندنا هنا. اعتقد ده بيفتح باب طبعا لعدد كبير جدا من التساؤلات، وبيثير الشبهات الحقيقه فيما يتعلق بتمويل الصفقات الكبرى، اللي لما اتكلمنا على صفقه نيمار وقلنا ان في شبهه تجاوزات بعد انتقاله من برشلونه لباريس سان جيرمان بدخول راس مال قطري بشكل من الاشكال في الصفقه، اعتقد احنا بنتكلم على رقم بيتجاوز ثلاث اضعاف الصفقه اللي تمت بيها صفقه نيمار، وده برضه هيطرح اسئله عن مصادر التمويل. انا الغريب بقى بالنسبه لي احمد بعيد عن ده، انه ليه مفيش عقد واضح؟ يعني احنا لحد دلوقتي مش عارفين عقد ميسي بيقول ايه. هو بيقول ان هو تاني لحد يونيو اللي فات، هو بيقول ان هو المفروض ان هو يمشي من غير ما يدفع ولا مليم. يعني الناس القانونيه بتقول ان هو لازم يدفع 700 مليون يورو، وان خلاص الديدلاين بتاع ان هو يمشي فور فري ده خلص. ازاي ما فيش حاجه واضحه في هو الموضوع ده؟ دخول السيزون ده في السيتويشن بتاع كوفيد 19 او بتاع كورونا يعني عمل مشكله كبيره جدا في فكره التعاقدات، لان الموسم امتد لفتره اطول، وبالتالي بقى فيه هنا جزئيات مش واضحه او ما تقدريش تحسميها بشكل واضح وصريح. حتى لما سمعنا بعض الاراء القانونيه المتعلقه ببند حق فسخ العقد من جانب واحد، كان في تضارب كبير جدا. وجهه نظر قانونيه بتقول لا مش من حقه، وجهه نظر ثانيه بتقول لا يعني من حقه. يعني نقدر نقول ان كورونا هي اللي اثرت اعتقد بشكل كبير في ضبابيه المشهد من الناحيه القانونيه، وامتداد السيزون لفتره ابعد من الفتره المتوقعه انتهوا فيها، ده عمل اللخبطه اللي احنا عايشين فيها. مش بس ميسي الحقيقه، كمان صفقه سواريز، في تقارير صحفيه كتير اتكلمت على انه اليوفي او السيده العجوز قام بالفعل باجراء محادثات بهدف التعاقد مع المهاجم الاوروجواياني لويس سواريز من برشلونه الاسباني. وفي الوقت اللي بيبدو فيه انه سواريز بعد مسيره اعتقد امتدت لست سنين مع فريق برشلونه، اعتقد انه ما زال في احتمالات انه اللاعب يصبح خارج حسابات برشلونه. رئيس النادي بارتوميو قال انه سواريز او انه الفريق هيشهد عده تغييرات، من ضمنها الاستغناء عن عدد من ابرز نجوم الفريق. وقلنا لحضراتكم طبعا انه كومان ابلغ سواريز بصراحه شديده جدا انه مش محتاجه او انه مش في حساباته في الفتره اللي جايه، ومع ذلك في رغبه كبيره جدا من سواريز انه يفضل يكمل مع الفريق، بل انه تصريحاته كمان قالت انه من الممكن يتقبل وجوده على دكه الاحتياطي في مقابل استمراره مع فريق برشلونه. اي اس بي ان، شبكه اي اس بي ان قالت انه اليوفي اجرى محادثات بالفعل مع سواريز، لكن النادي الايطالي حتى اللحظه بيرى انه الصفقه دي من الصعب انها تتم الموسم الحالي. نروح بقى الفاصل مع حضراتكم ونرجع نستكمل فقراتنا في السادسه. القاهرة بننقل إليكم نهائي بطولة أندية أفريقيا بين فريق النادي الأهلي وفريق كونوكو مبلغان. طويلة الخطيب بيحط الكرة الآن، الرعب على طول الخطيب هو بفاضة تبطولة رجل الشمال، إن شاء الله ربنا يكرمنا النهارده ويكرم لعيبة النادي الأهلي. كرة زادتين وهيجي جول، يا لأول مرة. مرحب بحضراتكم من جديد، وزي ما عودنا حضراتكم من دايما يعني في برنامج السادسة بيبقى معانا نجوم من كل أنحاء العالم. النهاردة هيبقى معانا برضو نجم، وهو خوسيه أنيجو، نجم نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي ومديره الفني السابق. برحب بحضرتك على شاشة قناة الأهلي. شكرا.
في البداية عايز أسألك عن رأيك في الظهور المميز طبعا للأندية الفرنسية، وأن يكون في فريقين أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في النسخة الأخيرة. جيدة بالنسبة للمسابقة الفرنسية. كما أعتقد أيضا أنه لن يتكرر مجددا، لأن التنافس على ماتش واحد للحصول على اللقب حتى يصل كلا الفريقين إلى السيمي فاينل كان أمرا يعني لا يتكرر كثيرا. طيب عايزين نعرف يعني احساس جماهير مارسيليا وهم شايفين باريس سان جيرمان غريمهم التقليدي بيحقق النجاحات دي في الموسم ده. يجب ان نعلم قبل كل شيء ان اشجع مارسي، انا ولدت في مارسي، وبالنسبه لكل ابناء مارسي فريق سان جيرمان هو الفريق المنافس. نعم نحن نرى انه فرح كبير لكل ابناء مارسي ان نرى ان فريق اوليك دو مارسي هو يشرفنا تشجيعه في مثل هذه المنافسه الاوروبيه، والذي كنا نعتقد انه امر مستحيل. يعني ممكن اقول انك شجعت باريس سان جيرمان في نهائي دوري ابطال اوروبا وهو بيلعب بايرن ميونخ. أن أوضع نفسي كشخص متخصص في الكرة بطريقة دون أي تحيز، وأرى أن كأس الفرنسي هو شيء بالنسبة لي من الناحية الفنية. لم يعني اسمحوا لي أن أقول بمنتهى الصراحة أني لا أرى فرص كثيرة أمام سان جيرمان، وأرى أنه فريق وإن كان ناجحا وسيظل لمدة طويلة بطل. طيب كنت لاعب ومدرب بفريق أولمبيك مارسيليا، ليه النادي يعني ناس بتسأل ليه النادي الفرنسي بقى دلوقتي بعيد عن المنافسة على الألقاب الأوروبية، رغم طبعا هو كان بطل لدوري الأبطال في نسخة 93؟ ببساطة لأن اليوم الوسائل المالية للفريق ليست هي في أفضل حال، ففريقنا له الجودة يعني يمتلك الجودة، ولكنه اليوم ليس قادر على التنافس في الشامبيونز ليج. وأرى أن النتائج على المدى الطويل يمكنه قد تحمل الفريق على التنافس مع برشلونة أو مع مدريد ومع تشيلسي ومع سيتي. كل هذه الفرق التي النهاردة تعتبر متميزة هو بفضل ما تناله من تمويلات. طيب بعيد برضو عن المسألة المالية، إيه اللي بينقص نادي أولمبيك مارسيليا عشان ينافس سان جيرمان وليون وموناكو مثلا على لقب الدوري الفرنسي؟ قبل كل شيء يعني اعتقد اني جاوبت على هذا الامر، لان كلوب مارسي لديه مدرب عالي الجوده قادر، يعني اندريا هو مدرب اعتاد ان يدير فرقا كبيره فرقا اوروبيه، ولكن اليوم هو فريق يعتبر فريق شاب، كافه لاعبيه شباب، ولكن ليس بالكامل مستعد اليوم للفوز باللقب. نحن لا نرى ان هناك فرق اخرى في فرنسا يمكنها التنافس مع باريس سان جيرمان وهو فريق قوي حاليا. طيب شايف مثلا ان في لعيبه معينه حتى ممكن حضرتك تقولهم بالاسم، مثلا مارسيليا لو جابهم او تعاقد معاهم هيبقى في حته تانية لو طبعا متوفر ليه الماديات اللي ان هو يقدر يعمل ده؟ Oui monsieur. Vous pouvez nous suggérer. Aujourd'hui, je pense que si l'Olympique de Marseille, comme
كما هو اليوم يمكنه أن يسحب يعني أن يطلب الكثير من النجوم الأوروبية، ولكن يجب أن نفهم أن الكرة الحقيقية أو قوة الكرة القدم في مصر في فرنسا هي فريق مارسي، وهو فريق له تاريخ ومعروف. إلا أن لا أعتقد أن بالنسبة للحالة المادية يمكنه ضم لاعبين جدد، أو بالتالي السؤال لا يمكنني إجابته. طيب، هل لقب الدوري الفرنسي الموسم ده واللي هو انطلق خلاص من عدة أيام محسوم برضو، ممكن نقول إن هو محسوم لنادي باريس سان جيرمان؟ نعم، أود أن أقول بصراحة أن باريس سان جيرمان هو فريق قد يكون بالنسبة أمامه بعض الصعوبة، قد يكون فريق من الصعب التفوق عليه، ولكن في آخر الميركاتو يعني لا يمكننا حتى الآن أن نشير إلى من سيكون الفريق الراجح أو الفائز، ولا يمكن لأحد الآن في فرنسا أن يتفوق على فريق سان جيرمان. ولكن بالنسبة لطول الماتشات وبالنسبة للمسابقات، أنا أعتقد أن سان جيرمان هو الأفضل حتى الآن. طيب، يعني كنت حضرتك يعني دربت احمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق يعني لما لعب في صفوف مارسيليا، عايزه اعرف برضه ابرز ذكرياتك معاه. الذكريات التي لدي عن ميدو أنه حين وصل إلى مارسي كان شاب، كان سنه صغير، وكان هو النجم في أول الأمر حين اشتراه أولمبيك دو مارسي، وكان هناك آخرين، كان بعض اللاعبين الذي لا يعرفهم أحد، إلا أن في آخر العام وجدنا أنه تقدم على ميدو وثم ذهب إلى تشيلسي. ولكن ما أتذكره عن ميدو هو أنه لاعب متفوق وشاب متميز ولديه إمكانيات، وفي رأيي الشخصي قابل العديد من الضغوط، ولكنه كان فعلا شاب ناجح. طيب، كمان يعني انت مكتشف دروجبا، يعني واحد من عمالقة افريقيا، يعني ايه ابرز برضو ذكريات مع لاعب زي دروجبا؟ دروجبا ما أتذكره هو أنه شخص كان تجمعني به علاقة مقربة، وقد أصبح بعد مارسي نجم في تشيلسي، وقام بتاريخ يعني قدم تاريخ وبذكاء وبإمكانيات. إن أرى أنه لا زال لديه الثراء والكثير الذي يمكنه العطاء، وكذلك على المستوى الآدمي. ولذلك أنا أقول لحضرتك أني متعلق به، يعني لي بيني وبينه علاقة شخصية. طيب، رأيك في النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول محمد صلاح، إيه رأيك في تجربة احترافه مع ليفربول؟ نعم، اسمعيني، أنا أحب محمد صلاح، وهو واحد من هؤلاء النجوم النادرين الذين يقدرون على تغيير المباراة، ليس هناك الكثيرين مثله اليوم. وهو كلاعب مع مصر ومع ليفربول هو دايما ناجح، وإمكانياته هي أقرب إلى أن يعني توصلنا إلى الجنون، هو مختلف تماما. وأرى أن لاعبين كهذا لا نجدهم، يعني مش موجودين. هو خلاق وقادر على العطاء وإنسان مميز. طيب، في يمكن نجوم كتير احترفوا من مصر بره، او مش كتير بس في عدد من النجوم احترف من مصر، بس محمد صلاح هو اللي دلوقتي في مكانه تانية خالص وحقق انجازات كبيره جدا مع ليفربول. تفتكر ايه اللي بيميزه عن اي حد تاني ممكن يكون احترف؟ هل هي العقليه؟ هل يعني شايف ايه ممكن يكون بيميز محمد صلاح؟
أعتقد أن نقطة القوة هي إمكانياته على التفاعل مع الجو الخارجي، مع الخارج، لأنه أيضا لا ننسى ثقل أو حمل تغيير الثقافة. والكرة الإنجليزية هي كرة تستدعي مجهود شديد، وأرى أن محمد صلاح نجح في إنجلترا بنسبة 100% بإمكانياته العقلية وذكائه وكذلك قدرته كلاعب كرة مميز. طيب، وبعد النجاحات اللي هو حققها بنسبة 100% مع ليفربول وفي الدوري الإنجليزي، من وجهة نظرك أنت شايف أنه جه الوقت أنه ياخد خطوة تانية، أنه هو يروح دوري تاني أو أصلا نادي تاني غير ليفربول، ولا الأصح أنه هو يكمل مع ليفربول بعد النجاحات دي كلها؟ النهاردة هناك يعني اثنان أو ثلاثة من الشامبيونشيب، ولكني أرى أنه في ليفربول اليوم هو الكينج، محمد صلاح هو الكينج والنجم الأكبر، وهو كذلك ليس فقط نجم ليفربول بل نجم على مستوى العالمي. إلا أني أرى أنه بما لدى ليفربول من نجاحات تاريخية، محمد صلاح هو في أفضل مكان له حاليا. طيب، احنا بنشوف لعيبه مصريه بتحترف في الدوري الانجليزي، لكن يعني في الدوري الفرنسي ما فيش حاليا لعيبه مصريه. ممكن يكون ايه السبب او ايه الفرق بين الدوري الفرنسي والدوري الانجليزي من وجهه نظرك؟ هو ليس المنافسة أو هي الفرق هي في الشجاعة المطلوبة للذهاب للبحث عن لاعبين أجانب، وأن يكون هناك من يبحث عن لاعبين في مصر وعن المواهب الذين يمكنهم اللعب في فرنسا، إنجلترا أو أي دولة أخرى. وأرى أن يجب على النوادي الفرنسية أن تكون لديها القدرة على البحث عن مثل هذه المواهب وضمهم. وما أراه ببساطة هو أنه سوق لا يزال غير معروف بالنسبة لنا. بشكرك جدا خوسيه أنيجي، كنت معنا عبر زوم على شاشة قناة الأهلي. شكرا جدا ليك. عايز أقول بس لحضراتكم قبل ما نطلع فاصل أن الحساب الرسمي لجريدة تيليجراف أعلن عن الوشك في إتمام صفقة انتقال خيمس رودريغيز لاعب ريال مدريد لأفرتون لمدة 3 سنين. وكمان حساب تشيلسي الإنجليزي نشر على تويتر تصريحات لفيرنر منضم حديثا للفريق، وقال تشيلسي نادي كبير ومع الفريق ده لينا فرصة كبيرة إن احنا نوصل لمستوى جيد. كمان حساب الكالتشيو على تويتر نشر تصريحات لباولو مالديني المدير الفني لميلان عن إبراهيموفيتش بعد إعلان التجديد ليه لمدة موسم، وقال النتائج بتتحدث عنه. أهمية إبراهيموفيتش مش بس في الملعب، لكن كمان إن هو بيقدر يجلب القدرة التنافسية لميلان مرة تانية. الحقيقة يعني الأخبار العالمية كثيرة جدا، بس هو الحقيقة اللي بيتصدر المشهد دايما خبر ميسي. وكانت آخر حاجة معانا إنه CNN قالت إنه خلاص النهاردة والد ميسي وصل لبرشلونة علشان يقعد مع بورتوميو ويتكلموا عن مستقبل ميسي، وإنه إزاي اللاعب ممكن يقدر يمشي بعيد عن برشلونة من غير ما يحصل أي مشاكل، من غير ما الموضوع يوصل للمحاكم وللقواضي. وده الحقيقة اللي اللاعب مش بيتمناه. لما كان معانا صحفي أسباني يتكلم معانا من قناة برشلونة عن الموضوع، وقال إنه ميسي مش حابب الموضوع يوصل لمحاكم والقضايا القانونية والكلام ده، وبالرغم إنه هو لاعب كبير جدا إلا إنه النادي أو إدارة النادي بتتعامل معاه بشكل غير لائق. ومش بس مع ميسي، قلنا إنه إزاي يتعاملوا مع سواريز، وإنه إزاي بعد كل اللي قدمه سواريز وإنه هو الهداف الثالث في تاريخ برشلونة، كان في الآخر مكالمة تليفونية ما كملتش دقيقة من رونالد كومان بيقول فيها مع السلامة احنا مش محتاجينك. وزي ما أحمد قال الحقيقة قبل الفاصل إنه سواريز حاول بكل الطرق ان هو يكمل
في برشلونه، وان هو قال انا موافق يا جماعه ان انا اقعد على دكه الاحتياطي، ومع ذلك ما كانش في اي قبول من ناحيه نادي برشلونه ان اللاعب يكمل. احنا متفاهمين جدا طبعا انه برشلونه محتاج يغير دم، محتاج يغير كل حاجه، كان محتاج يغير المدير الفني، محتاج يغير لاعبين. قلنا ان اللعيبه معظمهم سنهم كبر فعلا، فالمستوى البدني ما بيبقاش احسن حاجه، خصوصا لما بيبقى يلعبوا فرق ثانيه في اوروبا عندها لعيبه يعني المستوى البدني بتاعها والفني بتاعها عالي جدا في الملعب. لكن برضو ما ينفعش لما متهيألي ما ينفعش لما يبقى فيه لعيبه زي سواريز وزي ميسي واسماء كبيره وقدمت كتير قوي للنادي. احنا بنتكلم ميسي ده كان عنده 13 سنه لما دخل نادي برشلونه وجايب مكاسب ماليه هائله يعني للدوري الاسباني بشكل عام ولبرشلونه بشكل خاص، وبعد كل ده التعامل من الاداره مش كويس. وكان برضو الصحفي اتكلم على ان في فعلا توتر في العلاقه زي ما الاخبار بتوصل لنا ما بين برشلونه وما بين ما بين رئيس برشلونه الحقيقه بورتوميو وما بين ميسي، وانه العلاقه بينهم متوتره جدا يمكن من قبل كده من وقت رحيل نيمار، لما ميسي قال له انه لازم لاعب زي نيمار ده ازاي يمشي، احنا كده احنا محتاجين بطولات الفتره الجايه، ازاي نيمار يمشي؟ قال له لا ده نيمار قاعد ومكمل طبعا مع برشلونه، ومع ذلك اتفاجئ انه خلاص نيمار راح باريس سان جيرمان. كل الحقيقه المشاكل دي والتوتر ده هو حديث الساعه بالنسبه للناس كلها، انه في ناس الحقيقه متاثره جدا برضو انه يعني ايه ميسي ماشي، وبالرغم انه ممكن تكون دلوقتي الليجا في ظهر برشلونه او كده، الا انه المظاهرات بقى والناس في برشلونه عامله ازاي، الناس كلها في ظهر ميسي. وشفنا الحقيقه صوره الطفل كانت مؤثره جدا اللي كان قاعد مستنيه يجي عشان التدريب وقاعد بتيشيرت ميسي ورقم بتاعه وبيعيط انه مستني يشوف ميسي، بقاله الحقيقه يومين ما بيجيش التدريب عشان يثبت ان هو خلاص بره برشلونه، ما حضرش المسحه بتاعه كورونا علشان يثبت خلاص ان هو مش مع الفريق وان هو خد قراره تماما. المفروض انه اخر خبر قلنا كان من سي ان ان انه والد ميسي ووكيل اعماله برده هيجتمع برئيس برشلونه علشان يتفقوا ايه هي الاخر التطورات او ممكن يوصلوا لايه. وكنا قلنا ان والد ميسي قال انه رئيس برشلونه قال انه مش هيقعد معاه على ترابيزه واحده غير لو يجدد عقد ميسي، لكن اي حاجه تانية مش هيتكلم فيها. وعلى فكره احنا متفاهمين جدا برضو موقف رئيس برشلونه، لما انا ابقى عايز ابني فريق جديد وهنا معانا على الشاشه والد ميسي واصل برشلونه علشان يجتمع طبعا مع رئيس برشلونه، وكنا بنقول ان متفاهمين الحقيقه انه رئيس برشلونه هو خايف على منصبه، خايف على اللي جاي من الفريق، عايز يبني الفريق بشكل قوي بعد طبعا الاخفاقات اللي شفناها وفضيحه 8-2 قدام بايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا. ولكن اعتقد انه ممكن يكون في اسلوب احسن او افضل. الناحيه القانونيه احنا ما نعرفش ايه اللي صح، هل فعلا المفروض ميسي يدفع الفلوس دي علشان يمشي او مش المفروض يدفعها، او فعلا الديدلاين عدى ما عداش، كل ده احنا ما نعرفوش ولازم يبقى واضح للناس قريب جدا. هل ميسي خلاص يعني احنا شفنا العروض اللي جايه وهي ما جاتش على فكره بشكل رسمي لحد دلوقتي، يعني ما فيش نادي تقدم بشكل رسمي للتعاقد مع ميسي، ما حدش راح لبرشلونه وقال لهم احنا عايزين ميسي، ولكن الكلام اللي بيتقال انه مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، وفي ناس كمان بتقول يوفنتوس. في ناس اتبسطت انه يا لو شفنا ميسي ورونالدو في فريق واحد في يوفنتوس، ان هم عمرهم ما جمعهم غرفه ملابس واحده ولا ماتش واحد ولا حتى ماتش خيري زي ما كنا بنقول، ولكن الاقرب هو مانشستر سيتي لانه التقارير بتقول انه زي ما قلنا قبل كده ميسي كلم بيب جوارديولا وقال له انا عايز اكسب كره ذهبيه السنتين اللي جايين، وانا مش هقدر احقق ده غير معاك انت. واحنا عارفين طبعا انه في كيمستري بين ميسي وبيب جوارديولا. الحقيقه كل دي اسئله مطروحه، هل فعلا النهارده هيبقى في حسم الموضوع؟ هل فعلا زي ما شفنا والد ميسي وصل برشلونه وهيقعد مع رئيس برشلونه، هل الموضوع هيحسم او هيوصلوا لحل وسط بين الطرفين؟ كل ده احنا متابعينه ومتابعينه في برنامج السادسه، وهنقول لحضراتكم اكيد اخر الاخبار. خليني دلوقتي قبل ما اروح فاصل برضه اقول لحضراتكم انه في حوار ممتع وشيق جدا مع كابتن محمد يوسف، مع طبعا زميلي الإعلامي الكبير أحمد سمير، بس بعد الفاصل. تألق بقميص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حقبة التسعينيات، وكان أفضل ظهير في الكرة المصرية والقارة الإفريقية. إنه محمد يوسف من مواليد 9 من أكتوبر عام 1970،
ولعب للأهلي منذ موسم 1992-1993 وحتى موسم 1998-1999 قبل خوض تجربة احتراف في تركيا مع أندية دنزلي سبور وديار بكر، قبل عودته مرة أخرى للدوري المصري عبر بوابة نادي إمبي ليلعب معه لمدة موسمين، ثم أعلن اعتزاله الساحرة المستديرة. حقق يوسف العديد من الألقاب والبطولات مع المارد الأحمر، حيث فاز معه بستة ألقاب دوري ولقب وحيد لكأس مصر في موسم 95-96 ولقب كأس الكؤوس الإفريقية مرة واحدة في عام 93 وبطولة الأندية العربية لأبطال الدوري نسخة عام 96، إضافة إلى كأس السوبر العربي مرتين في عامي 97 و98 والبطولة العربية للأندية الفائزة بالكؤوس في موسم 94-95. أما عن مسيرته كلاعب مع المنتخبات الوطنية، لعب نجم النادي الأهلي 95 مباراة دولية مع المنتخب الوطني، بما في ذلك 3 مباريات في كأس القارات عام 1999 فيفا، كما فاز مع مصر بكأس الأمم الإفريقية لعام 1998 تحت قيادة المدرب الراحل محمود الجهري، ولعب أيضا في كأس الأمم الإفريقية عام 1994 و2000 قبل أن يختتم مسيرته الدولية في عام 2001. تألق محمد يوسف لم يتوقف بعد اعتزاله الساحرة المستديرة، بل وصل الإبداع في مسيرته التدريبية، حيث بدأها كمدرب مساعد بالفريق الأول للأهلي في يونيو 2009 مع المدير الفني حسام البدري، ثم مساعدا مع البرتغالي مانويل جوزي في الفترة من يناير 2011 حتى يونيو 2012، ثم مدرب عام مع حسام البدري حتى مايو 2013. وفي 7 مايو 2013 تم تعيين يوسف مديرا فنيا للفريق الأول للأهلي لمدة موسم، قاد الأهلي خلالها للفوز بدوري أبطال إفريقيا عام 2013 وبطولة السوبر الإفريقي 2014، ووصل إلى كأس العالم للأندية 2013 في المغرب. أصبح جو المدير الفني لفريق بتروجيت في مايو 2017 قبل عودته مرة أخرى في يوليو 2018 إلى الأهلي كمدرب عام ومدير كرة حتى ديسمبر 2018، ثم استمر كمدرب عام حتى نهاية عقده في 31 من أغسطس 2019. المشوار الحقيقة ولا أروع، وأنا بتهيألي أنه أي لعيب يبتدي مشواره، خصوصا لما يبتدي مع نادي كبير زي النادي الأهلي، ما يحلمش أنه يحقق أكتر من كده. الحقيقة احنا بنتكلم على كوكتيل نجاحات في كل المجالات، وأنا قلت لحضراتكم هو تعرف باسم الجو، جو الكرة المصرية، لكن الحقيقة هو كان جوكر، ومش بس جوه الملعب، لا كمان بره الملعب. كابتن محمد يوسف نجم مصر ونجم النادي الأهلي ضيفنا في السادسة. مساء الخير يا كابتن محمد. مساء الخير. مساء الخير استاذ احمد. انا يعني سعيد جدا وبشكرك كتير قوي على الاستضافة الجميلة وكلامك الجميل والتقرير بصراحة. ولا يوفيك جزء بسيط من حقك يا كابتن محمد. كتير عليا جدا، انا بشكركم جدا، وبشكر طبعا كل الكرو الاعداد وبيبو طبعا الاخراج، حاجه جميله جدا. الواحد سعيد فعلا ان انا معاك والله. مشوارك يحتاج حلقات وحلقات، ونجاحاتك الحقيقه اللي حققتها على كل مستويات، انا يعني لو لخصت الحقيقه مشوار كابتن محمد يوسف، اجد شخص بيطارد النجاح في اي مجال هو بيشتغل فيه، ودي واحده من اهم الصفات اللي موجوده في ظني يعني وتقدير الكابتن محمد يوسف. يعني هو الحمد لله، الحمد لله طبعا ان يعني اللي تم انجازه او المشوار السابق، طبعا الحمد لله ان كان في نجاحات وفي يعني بطولات، سواء كنت لاعب او سواء كنت مدرب مع النادي الاهلي. وفي نفس الوقت كمان انا برضو يعني مش عايز اتوقف، لكن انا قدامي كمان مشوار طويل، انا لسه صغير يعني، وفي نفس الوقت لسه صغير في السن، وتوليت مسؤوليه النادي الاهلي وانا صغير كمان اكتر من كده، فلسه قدامي ان شاء الله مشوار، انا قدامي طموحات كمان
ان احنا ان شاء الله نحقق حاجات اكتر وحقق انجازات اكتر. انت بتهيالي واحد من اصغر المديرين الفنيين لتولوا مسؤوليه الفريق الاول في النادي الاهلي. من اصغر مدر... يمكن اصغر مدير فني واصغر من اصغر مديرين فنيين كمان. فزت ببطوله افريقيا فزت ببطوله افريقيا كان عندي 42 سنه فدي يمكن مديه حق للناس شويه ان انا دلوقتي كبرت لان كان من 7 سنين. لكن انا ما توليت المسؤوليه لسه ما تمتش التسعه يعني تميت 49 لسه ما تمتش 50 فدي مديه حق شويه للناس ان انا كبير في السن. لكن انا لما توليت المسؤوليه كان عندي 42 سنه. ربنا يديك الصحة وطولة العمر. ربنا يخليك. ومزيد من التألق ونجاح. خليني بس ابتدي من الأول، أنت الحقيقة يمكن مشوارك مع الأهلي كان في فترة وحتى كمان مع المنتخب، يعني بتهيألي فترة التسعينيات هي أكتر فترة أنت حققت فيها نجاحات سواء على مستوى مشاركتك مع النادي الأهلي أو على مستوى مشاركتك مع المنتخب الأولمبي الأول. أنت لعبت أولمبياد صح؟ لعبت أولمبياد برشلونة 92 صح؟ 92 ولعبت كمان كاس عالم ناشئين تحت 17 سنة. يعني انا برضو ابن المنتخبات القومية ابن اتحاد الكرة برضو وافريقيا 98 وافريقيا 98 ده منتخب اول بس اول انضمام ليا المنتخب مصر ناشئين اول تيشيرت مثلت مصر فيها كان سنة 86 كان عندي يعني تحت 16 سنة ولعبنا تصفيات افريقيا للتأهل لكاس العالم في كندا كان والحمد لله ان احنا فوزنا على اثيوبيا وفوزنا على الجزائر وصعدنا لكاس العالم كان مع الكابتن طه بصري الله يرحمه كان هو المدير الفني وكان جيل بصراحه جيل محترم جدا يعني كان جيل معظمه لعب درجه اولى ومعظمه كمل كمان في المنتخبات سواء 19 واولمبي واول يعني هو انا لو قسمت ال 30 سنه اللي فاتوا اخر 30 سنه في يعني في الكره المصريه هجد انه التسعينيات كانت فتره قويه جدا ال 10 الاولانيين في الالفيه الجديده برضو فتره قويه جدا للاهلي وللمنتخب العشرة الاخرانيه دي بعافيه شويتين مش عارف ليه هو يعني بقى حصل فيها ظروف والدوري توقف فعلا احداث بورسعيد والثوره وبعديها ثوره ثانيه وكورونا دينا طالعين بس ده, ده ده من وجهه نظرك ده اللي اثر على يعني شويه او بعدين منع الجمهور برضو عارف ما اداش مش مدي مذاق شويه من 2011 لغايه دلوقتي برضو غياب الجمهور عن المدرجات يعني في حاجات كمان كتيره افقدت شويه الطعم اللذيذ بتاع كره القدم فاهم قصدي لكن طبعا زي ما انت قلت فترة الألفية كانت فترة قوية جدا سواء المنتخب 2006 و8 و10 وفترة التسعينات برضو كانت فترة كويسة جدا فترة الثمانينات برضو 86 كانت على مستوى المنتخب النادي الأهلي يعني النادي الأهلي دائما هتلاقي له في كل 10 سنين ممكن مثلا بياخد بيفوز ببطولات دائما لكن ممكن مثلا تغيير جيل بيغير جيل ويبدا يطلع جيل جديد او حاجه تغيير الحته دي شويه ممكن بتوقع سنه سنتين ممكن من النادي لكن غير كده هتلاقيه فايز بالبطولات في كل الفترات يعني انا طبعا بطوله افريقيا هتكلم معاك وهتكلم على فرص النادي الاهلي وعلى مشواره في البطوله خصوصا انك انت صاحب اخر بطوله حققها النادي الاهلي 2013 دوري الابطال وهي بطوله كانت صعبه بكل المقاييس لانه على فكره البطوله دي الاهلي حققها ونفس الظروف اللي انت كنت لسه بتتكلم عليها الظروف اللي اثرت تاثير سلبي كانت موجوده هو طبعا كانت ظروف صعبه جدا وانا لما دلوقتي بقعد اتفرج مثلا او اسمع مدرب او مسؤول ويتكلم ويقول لي والله الظروف صعبه دلوقتي وضغط الماتشات ولا اصل ما فيش جمهور اصل احنا بقى ما كناش بنلعب لا بدون جمهور ولا بدون ملاعب ولا في فلوس حتى كان ساعتها الرعاه توقفوا عن التمويل فكانت طبعا الظروف كانت صعبه جدا يعني الظروف كانت يعني الظروف في الوقت ده اصعب بكتير من الظروف في الوقت الحالي الظروف في الوقت اللي انت طبعا وبعدين ما كناش بنضم لعيبه كانت ما كانش فيه طبعا الامكانيه ان احنا نضم لعيبه فكنا ماشيين بالمجموعه اللي هي موجوده وقدرنا ان احنا نحقق بيهم الانجاز الحمد لله وقدرنا ان احنا نضيف او يعني نلقي بالبسمه والبهجه والفرحه على جمهور النادي الاهلي اللي هو بيمثل نسبه كبيره جدا من شعب مصر يعني. انت واحد من المديرين الفنيين المحليين القليلين اللي تولوا مسؤوليه النادي الاهلي.
يعني دايما مدرسه الاهلي بتروح للخواجه زي ما بيقولوا المدير الفني دايما. كانت تجربتك كمدير فني كانت صعبه؟ انت اشتغلت مع جوزيه ومع كابتن حسام بدري صح قبل كده؟ اشتغلت مع كابتن حسام واشتغلت مع مدير فني صغير في السن قريب قوي من اللعيبه لسه مبطل كوره في فريق بحجم النادي الاهلي في توقيت وظروف صعبه جدا، كانت المعادله بالنسبه لك صعبه ولا كانت سهله قادر تتعامل معاها بشكل؟ هو بصراحه يعني تولي المسؤوليه مساعد من 2009 حتى 2013 اربع سنوات اربع مواسم، طبعا جت لعيبه جديده وبطلت لعيبه وانتقلت لعيبه اكتر من جهاز. أيوة. الفتره دي يعني تولى كابتن حسام ثم راح مشي وبعدين جه مستر مانويل جوزيه ثم مشي في فتره انتقاليه مسك فيها الكابتن زيزو برضو انا كنت موجود معاه ثم بعد ذلك رجع كابتن حسام مره اخرى ثم توليت المسؤوليه. فالفتره دي كلها ادتني خبرات وكانت في نفس الوقت كمان علاقتي باللاعبين كانت علاقه قويه جدا جدا جدا، وهو ده الخبرات اللي انا اكتسبتها بالاضافه للفتره اللي انا اشتغلت فيها مع مستر مانويل برضو وقد ايه استفدت من الخبرات بتاعته كابتن حسام برضو والخبرات بتاعته. فلما جيت اشتغلت انا بقيت مسؤول، فطبعا استخدمت كل هذه الخبرات بالإضافة لخبراتي كلاعب بالإضافة للدراسات اللي أنا أعددتها، لأن طبعا كابتن حسن حمدي ولجنة الكورة طبعا كابتن الخطيب كان في الوقت ده وكابتن هادي خشبة، طلعت برضو كورس في ألمانيا لمدة 7 أشهر ده برضو أضاف لي كتير، اشتغلت سنتين في الناشئين ده برضو أضاف لي بالإضافة للإم بي قبليها كمان قعدت سنتين. بس أنت عارف أن الفيرست تيم في الأهلي غير مختلف طبعا، بس يعني بقول لك على الخبرات دي كلها استخدمتها بقى في المسؤوليه بتاعتي والحمد لله. يعني اهم حاجه الواحد كان صادق مع اللاعبين، وافريقيا كانت صعبه جدا في الوقت ده كنا واخدين 2012 وكان بقى مطالب ان احنا نحافظ على اللقب وطبعا انت عارف يعني انك تفوز باللقب اوكي وتحافظ عليه لسنه تانية على التوالي كان المهمه صعبه جدا. انت سيزن ده خدت دوري ابطال وخدت في خدنا دوري ابطال وخدنا سوبر من الصفاقسي. كان الصفاقسي هو بطل الكونفدراليه واحنا بطل ابطال الدوري، لعبنا السوبر في القاهره استاد القاهره والحمد لله كسبنا 3-2 في مباراه من اشرس المباريات السوبر في السنوات الاخيره. مباراه كانت قويه جدا، احنا تقدمنا عليهم بهدف ثم الثاني ثم هم رجعوا 2-1 3-1 3-2 يعني كانت مباراة قوية جدا. والصفاقسي في التوقيت ده في افريقيا كان من اقوى الفرق في علي معلول علي معلول كان في فرجاني ساسي كان في فخر الدين بن يوسف اللي هو كان لاعب الاسماعيلي الموسم ده لا يعني كان عندهم فرقة قوية جدا في الوقت ده، بس احنا الحمد لله درسناهم كويس وبرضه لعبتنا كانت جاهزة، يمكن كان عندنا نقص شوية في الصفوف، بركات كان بطل ابو تريكة كان بطل انما قدرنا نعوض بقى. كنت عايز بركات يكمل مع في الفتره دي؟ بركات بطل قبل بطوله افريقيا ابو تريكه لعب بطوله افريقيا وبطل. حسام غالي كان انتقل لليرز بلجيكا. يعني في الفتره دي فقدنا حوالي 3 4 عناصر برضو تقيله على مراحل يعني حسام ما لعبش معانا لان حسام انتقل من اول السنه. ابو تريكه لعب بطوله افريقيا وبطل. بركات بطل قبل بطوله افريقيا، ابو تريكه لعب بطوله افريقيا وبطل، احنا كملنا بقى الدوري والسوبر والمرحله لغايه اخر الموسم يعني. لما نجم تقيل انت بتتكلم على اسماء كلها الحقيقه معيار تقيل يعني تريكه وبركات لعيبه كلها بالاضافه كمان لزمايلهم يعني انت عندك كان في جمعه وكان في سيد معوض وكان في احمد فتحي وكان موجود عاشور وكان موجود عبد الله وكان موجود لا كان موجود برضو لعيبه وليد سليمان ومش عايز انسى حد طبعا متعب وشريف اكرامي وعماد متعب وشريف اكرامي في حراسه المرمى وكان لا يعني كان متعب مجموعة. بالمناسبه بما انك بتتكلم على لعيبه مشيت او سابت متعب لما مشي كان في مشكله معاك في النادي الاهلي؟ متعب ما مشيش متعب او متعب لما جدد له لما جدد له من غير ما لا احنا كنا متفقين مش مشكله ولا حاجه هو كان الاتفاق ان 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 ما يتمش تجديد لاي لاعب غير لما يكتب تقرير فني من المدير الفني وانا كنت في رحله بنلعب مع الدفاع الحسن الجديدي في الكونفدراليه. الهدف اللي احرزه احمد رؤوف في اخر ثانيه وصعدنا بيه اللي بعد كده كملنا بقى الادوار وكسبنا البطوله دي على فكره مع جريدو بقى جريدو هو اللي كمل وكسب البطوله دي قدام سيو سبورت.
فأنا فوجئت إن الحاج محمد عبواب كان عضو مجلس إدارة ساعتها وأعلن إن عماد متعب التجديد ليه يعني أعلن التجديد لعماد متعب وأنا كان بدون الانتظار للتقرير أو بدون خروج التقرير الفني. ده رقم واحد. رقم اتنين كان سيد عبد الحفيظ مدير الكورة ساعتها وكان هادي خشب ومشرف ما كانوش عندهم علم بالموضوع حتى إحنا التلاتة يعني استغربنا الخبر ده. كان رد فعلك إيه يا كابتن محمد؟ لا ما فيش. هو كان اتسألت في احد المداخلات يعني مع شوبير ومع حفظ الالقاب طبعا فالمهندس محمود طاهر يعني اعتبر ان انا زي يعني ايه يعني كنت محتد شويه او كلامي كان يعني قوي شويه بس وكان رؤيته ان انا يعني يتم يعني قبول الاستقالة او اقالتي يعني انا والجهاز كله بقى بكتير. زعلت من في التوقيت ده او الموقف ده اصلا؟ لا نصيب. خلي بالك في الكورة مفيش حاجة اسمها تزعل او نصيب. انا حققت الحمد لله انجازات كويسة جدا مع النادي الاهلي وجات الفترة دي وانا خلي بالك لما جه المهندس محمود قدمت له او مش انا كمان احنا كلنا كاجهزة فنية ومسؤولين لما بيتم تغيير مجلس ادارة بنقدم عشان نرفع الحرج عن استقالتكم الكوادر او المجلس اللي جاي الجديد. يعني عايز يغير في الكوادر بتاعه الهيكل بتاع الكوره عايز يضم كوادر جديده عايز يحط مسؤولين جداد ايا كان مناصب جديده فقدمنا استقاله يعني عشان لرفع الحرج يعني بس لكن موضوع وجهه نظرهم في التوقيت ده في حدود معلوماتي برضو انه كان في تفضيل للمدير الفني الاجنبي. هو كان المهندس محمود حاطط في البرنامج الانتخابي بتاعه تولي مدير فني اجنبي المسؤوليه ومدير فني اجنبي عالمي يعني. انا معلش تسمح لي انا لما اكون مدير فني للنادي الاهلي ومحقق بطولات في ظروف صعبه واسمع انه ده التوجه معلش اسمح لي لا لا انا 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 ما فرق هو اللي فرق معايا بقى مش كده اللي فرق معايا انت كويس فتحت النقطه دي اللي فرق معايا انه لما جه قعد معانا يعني لما جه المهندس محمود قعد معانا قال لا مفيش مدير فني اجنبي وانتوا هتكملوا فمش يعني يعني انا انا بص الفتره دي فتره كانت شائكه وكان وبعدين انا كنت شغال بسيستم وطريقه شغل مع الكابتن حسن حمدي والكابتن خطيب وبعدين لقيت تغيير في السيستم جديد فانما كلهم يعني انا بكن كل احترام لكل انا مش بقصد حاجه بس مهم ان احنا نكشف الموضوع بشكل انا بيتهيالي انه يعني علاقتك كمدير فني بالنادي الاهلي او حتى مدرب عام بالنادي الاهلي كان فيها لحظات توتر اكتر من مشوارك حتى كلاعب يعني رغم انه هنا في بصمات ونجاحات وهنا في بصمات ونجاحات بس يعني حتى الفتره بتاعت لاسارتي كان في كلام انه او يعني ده كلام بقى بعيد يعني مثلا فتره لاسارتي ولا فتره كارتيرون ده كلام بقى بتاع ناس مش عارفه لا عارفه محمد يوسف ولا عارفه طريقه الشغل في النادي الاهلي ويقول لك انا برضو في حته يعني ايه لا دي كانت اتهامات واضحه كابتن يوسف يعني في اصوات كانت بتتهمك انك انت سبب او يعني بتحاول توقع الفريق عشان بقول لك أنا ترجع أنا للمشهد مره ثانيه عشان نرجع امسك ده كلام ده كلام ناس مسؤولين في النادي الاهلي موجوده وانا قلت لهم ان انا مش همسك في النادي الاهلي رقم واحد ده كلام موجود ده قرار ومش قرار ده قرار انا قلت لهم انا دخلت الحته دي رقم اتنين مدرب عام اول ما دخلتها كنت داخل مدرب عام وقام بعمل مدير كوره ثم بعد ذلك توليت مدرب عام وجي سيد عبد الحفيظ مدير كوره انا من دي وان لما دخلت النادي قلت لهم انا داخل رقم اتنين مدرب عام فانا مش همسك حتى الفتره المؤقته اللي انا مسكت فيها كانت مجرد فتره لحين تولي جهاز فني قادم يعني جهاز فني اجنبي هيتم التعاقد معاه وانا هبقى موجود معاه مدرب عام اي حد هياخد بطوله افريقيا مع النادي الاهلي طبيعي جدا ما يقبلش فكره انه يكون مدرب عام مع اي فريق كان كائنا من بس كان بس انا النادي الاهلي ناس كتير لمت عليا خلي بالك يعني ناس كتير جدا زعلت مني او لمت عليا قالوا انت بتحب النادي وكل حاجه بس برضو انت ليك وضعك او ليك الحته بتاعتك ما تنزلش من الحته بتاعتك لكن انا مع النادي الاهلي مع الكابتن خطيب في الوقت طبعا اللي كان يعني كلمني فيه وقعدنا وكده ما يعني بشيل الحته دي من عندي النقطه ان انا خدت تجربه رقم اتنين ليها عيوبها وليها ايجابياتها طبعا استفدت كتير جدا على مستويات كتيره اهم حاجه في الاستفاده ان ما تحطش نفسك في بوزيشن حتى لو انت حابب
الشخص ده أو حابب المكان ده أو حابب أن أنت تخدم بأي حاجة، بس برضو في النهاية في بوزيشن معين لازم تحط نفسك فيه عشان ما يصير. هو الموضوع ايه؟ الموضوع كل الناس اللي اتكلمت دي ناس من بره، ناس مش شايفه الشغل، ناس مش شايفه محمد يوسف بيعمل ايه، ايه الملفات اللي بيخلصها محمد يوسف، ايه المساعدات اللي بيقدمها محمد يوسف للمدير الفني الاجنبي اللي شغال سواء كارترون ولا لاسارتي. أيوه. فاهم قصدي؟ لكن اللي يشهد بقى ويطلع مثلا يتكلم واحد زي سامي قمصان، واحد زي سعد حفيظ لما جه مسك في النص الثاني، واحد زي طارق سليمان اللي انا بكلمك على الجهاز المصري اللي كان موجود. فاهم قصدي؟ أيوه. طبعا المسؤولين طبعا في النادي. النقطة دي أنا استفدت منها إن كل طبعا الكلام ده أنا ما كنتش بتوقف عنده لأنه كلام غير حقيقي وكلام يعني هدفه إن هو يهد أو إن هو يكسر في الفرقة، لأن إحنا عملنا إنجازات وحصل إخفاقات وده طبيعي لأي جهاز فني. السؤال هنا، والسؤال ده مش بس على محمد يوسف كمحمد يوسف ولكن بصفتك مدير فني مصري، بيقال دايما انه لما بيتولى مسؤوليه النادي الاهلي مدير فني مصري بتكتر السكاكين وبتكتر السهام الموجهه ليه وبيبقى في حاله من حالات الضغط الشديد جدا عليه على العكس من مدير فني اجنبي. لا, لا لا انا هقول لك على حاجه، هو بتتوقف على مدى تقبل الضغط. احنا جالنا مدربين اجانب ما بيستحملوش الضغط خالص، ويعني مع اول هزيمه ولا اول تعادل ولا مثلا يحصل حاجه خروج من بطوله ولا حاجه بص تلاقيه مش هو طبيعته اللي كان موجود عليها. فاهم قصدي؟ انما وفي مدربين مصريين بيستحملوا عادي، يعني هو اللي بيجي يمسك النادي الاهلي بعد جوزيه مين افضل مدرب تولى مسؤوليه النادي الاهلي في مرحله ما بعد جوزيه لغايه يومنا هذا من وجهه نظرك؟ لا في مدربين كتير، في مدربين كتير. كابتن حسام مسك وحقق انجازات كويسه، رتبهم لي يا كابتن. جريدو مسك خد بطوله افريقيا ابطال الكونفدراليه. اعتبر ده ترتيب؟ ها؟ لا لا انا ما برتبش، انا بقول لك. لا ما انت اكيد ليك وجهه نظر. أنا جبنا كارتيرون وجبنا جاريدو وجبنا لاسارتي وجبنا مارتن يول وجبنا مارتن يول. لا انا بقول لك على ايه، انا بقول ان المدرب المصري لما بيتوفر له نفس الامكانيات اللي بتتوفر للاجنبي لا بينجح وبيحقق انجازات وكل حاجه. بص اي مدرب لو ما فيش عوامل مساعده معاه، العوامل المساعده دي مش لاعبين بس، لاعبين واعلام وجمهور يبقى وراه ومجلس اداره في ظهره، كل الحاجات دي لو هي ما اتعملتش، عارف لو ما اتعملتش المدرب اجنبي هيمشي. فايلر اول ما جه وتولى المسؤوليه كان بيتهاجم، كان ايه اللي سبق المؤتمر الصحفي بتاع فايلر؟ ده مين ده وجايبينه ليه؟ ده طبيعي. أيوة. لما جه مسك وحقق انجازات ومشي وكسب وبقى شغال، الناس كلها بقت قايله لك لما فايلر اتاخر في الفتره بتاعت الكورونا دي وبتاع، الناس كلها كانت قلقانه ليه فايلر وفايلر اللي ما رجعش ليه؟ هي الكوره كده. الكوره نتائج بتحقق نتائج، خلاص انت تمام. طب اللي انا عايز اقوله بس عشان اكمل لك الحته دي هي ان المدرب المصري، لا في مدربين مصريين ناجحين وفي مدربين مصريين بيحققوا انجازات وفي مدربين مصريين بيتفوقوا على الاجانب في بعض النقاط لان هم على درايه اكتر بالمدربين الاجانب، خصوصا كمان لما مدرب اجنبي ما اشتغلش في المنطقه اول مره يشتغل. أيوه. وما عندوش درايه قوي بطريقه الشغل في الملاعب المصريه في لعبنا طريقه خاصه بينا طبعا المنطقه العربيه طبعا ليها. طب خلينا ناخد التليفون ده، قول الو كده ما نشوف هتعرف الصوت. الو ولا. الو مفيش حد. طب التليفون فاصل. غالبا الكارت خلص. حبيبي هنحاول نتواصل مره ثانيه. لا انا مش عايز ارتب مدربين، لكن انا بقول ان كل مدير فني اشتغل في النادي الاهلي. أيوه. اضاف للنادي الاهلي. النهارده اللي عنده 20 سنه كابتن محمد وبيشجع الاهلي تظل فترة جوزيه بالنسبة له فترة استثنائية طبعا، يحلم طبعاً بتكرارها طبعا، ويبدو انه الاهلي برضه بيبذل مجهود. يعني احنا جبنا اسماء، يعني مارتن يول مثلا مدرب مدير فني محترم جدا وسي في على اعلى مستوى ومسك اندية ولا اروع. كارتيرو عنده مشوار في القارة، عنده خبرة كبيرة جدا مع عدد كبير جدا من الاندية في القارة الافريقية، لكن ما بيحصلش انه تحس انه في بوادر لانه التجربة. هل ده يعني منطقي او طبيعي من وجهة نظرك؟ هو بص خلي بالك هي الموضوع عدة عوامل، يعني 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 مستر مانويل لما جه مسك أول مرة ومشي. أيوة. لما جه تاني مرة عالج حاجات وعالج نقاط كان قابلها في أول مرة. فلما جه تاني، هي الفترة الذهبية بتاعت مستر مانويل تاني ولاية دي خد كل البطولات اللي اشترك فيها. أيوة. فهنا
هو حضر اول مره يعني خد فرصه وخد الثانيه أيوة. وبعدين جه خد كمان الفرصه الثالثه اللي هي في 2000. هنرجع لنفس النقطه دي عشان هاجي منها الفايلر ومشواره في افريقيا، بس برضو ناخد التليفون مره تانية. الو الو، نور يا كابتن يوسف حبيبي، ازيك؟ سمير كمونه معاك. كم مش انا والله، لسه سمير والله هقول سمير كمونه، ان هو بيقول لي جو. اهلا وسهلا كابتن سمير العالمي. والله كابتن سمير ازيك، اخبارك ايه؟ تمام، وحشنا والله كتير. حبيبي يا سمره، طمنا عليك، وحشني والله. انت عامل ايه يا جو؟ وحشني الحمد لله تمام. انت لعبتوا مع بعض اهلي ومنتخب يا كابتن سمير، مظبوط؟ لعبتوا مع بعض اهلي ومنتخب، يعني عشره عمر في الاهلي والمنتخب مع بعض. احلى ايام حياتي لعبتها محمد يوسف ومنتخب. حبيبي وانا رمزي ومدحت ومشير والحديدي والمجموعه الحلوه دي وعبد الصاير وكل المساكين اللي لعبت معاهم، بس محمد يوسف من المساكين النادرين. عنده مستين كويسين قوي، عنده مهاره، عنده فكر تكتيكي على اعلى مستوى من ناحيه هجوميه. فكنت صعب جدا حريف وبيكمل ناحيه هجوميه وعنده مستوى بعيد حبات كده. لا لو تقدر كابتن سمير بس اتحرك شويه، لانه الشبكه يبدو انها مش في اعلى مستوياتها، فعشان الصوت يبقى وصل لنا بشكل واضح. الو، ايوه كابتن سمير اتفضل. كده واضح؟ كده احسن كتير طبعا. لا بقول لك، انت بتتكلم عن اللعيبه القليلين قوي اللي جم في المكان ده اللي اتعدى على الصوابع. لا كان مساك طبعا سوبر، وباك ليفت كمان كان احسن واحسن، خليه بصمه في النادي الاهلي ومنتخب مصر. يعني بصراحه لو اتكلمت على محمد يوسف مش هديله حق افضل بناء لحد الصبح، مش مجامله والله. حبيبي يا سمره والله. كمان للمجال ومجاله بقى المهنه الثانيه اللي هي مهنه التدريب. راجل نجح جدا مع النادي الاهلي، خد بطوله افريقيا، ومن المدربين اللي هم ليهم بصمه في تاريخ النادي الاهلي صاعدين، اللي هم يعني المفروض كان ياخد وجهه نظر يعني فرصه ومساحه من الوقت اكثر. كان جاب بطولة افريقيا تاني وجاب الدوري والكاس، لانه خلاص اتحط على الطريق الصح من ثقة مجلس ادارة النادي الاهلي، والجماهير كانت بتثق فيه جدا، واللعيبة كان قريب من اللعيبة الفترة اللي فاتت او الفترة اللي كان ماسك فيها، وعنده هو يعني شغل في تطور، هو بيشتغل على نفسه على طول. انا عارف يوسف، حتى انا ما اشتغلتش معاه، لكن انا عارف شغله وعارف هو بيشتغل ازاي، ان هو بيطور وبيشتغل على نفسه كتير. فتلاقيه هو بيلعب كرة حديثة، ومن الناس اللي اي فرقة او اي نادي يبقى كسبان او يبقى مستفيد بمحمد يوسف ان هو يبقى متواجد يعني معاه كمستثمر. حبيبي يا سمرة والله، انا مش عارف اشكرك على الكلام ده كتير عليا. والله ده حق. احنا سمير زميلنا بعض كتير والله يا احمد، كلاعبين طبعا، وسمير كمان احترف في المانيا طبعا، ولعبنا مع بعض في تركيا بس مش في نفس النادي. هو احترف في الدوري التركي، ومن احسن سمير راح كايزر سلاوتن اعتقد، لعب كايزر سلاوتن في المانيا، ولعب كمان في تركيا في بورصه بورصه سبور، وكان من يعني فعلا من المدافعين الاقوياء جدا. انا فاكر سواء تسديدات سواء لا رجل حتى وانت كمان يا كابتن يوسف رجلك الشمال يعني ما شاء الله يعني الحمد لله. لا بس ابو حميد معلش استنى بقى، انا رجلك ومات بس هو رجله اقوى. هو رجله اقوى سمير، رجله اقوى. لا والله كابتن سمير، انا فاكر في ماتش الاهلي والزمالك، انت طبعا ما شاء الله يعني كنت يعني لعيب عالمي الحقيقه. فاكر في ماتش الاهلي والزمالك في صفحه الرياضه، طبعا اياميها كنا بنقرا جرايد، ما كانش في سوشيال ميديا وكده، كانوا راسمين كابتن سمير كمونه رسمه كاريكاتير كده وطالع من وسطه من تحت 8 رجول يعني. فاكر ما نساهوش الكاريكاتير. لا طبعا كابتن سمير من مسلوخه. ايوه ميرسي يا كابتن سمير، بنشكرك شكرا جزيلا، واتمنى انك تشرفنا في السادسه ندردش كده مع بعض ونستعيد ذكرياتك الحلوه. ده بيت يا حبيبي، انا عينيا تنورنا دايما. من احسن الشخصيات واطيب الشخصيات واجدع الشخصيات في المجال يعني في كره القدم. انا يعني خلي بالك، احنا طبعا جيل لعبنا مع بعض سنين كتيره طول فتره. انت مين اقرب الناس اللي يعني بعيدا عن المستطيل الاخضر قريبين من قوي من كابتن محمد؟ في ناس كتير، انا مش عايز انسى حد يعني عشان بس ما انساش اسم حد يزعل. لكن
في الجيل بتاعنا كله احنا قريبين من بعض، بنكلم بعض بالتليفون، بنسأل على بعض، بنتقابل مع بعض لما بتيجي مناسبة. لسه متقابلين قريب في الماتش بتاع الافتتاح افتتاح الملعب الاهلي والسلام، فكلنا قابلنا بعض وقعدنا مع بعض، دي كانت حاجه جميله جدا. الاوزان اختلفت خلاص يا كابتن. الاوزان اختلفت. لا بنحاول نجتهد ان احنا ننزل الاوزان يعني. نروح لفاصل ونرجع نكمل لقائنا اللي بتمنى تكونوا مستمتعين بيه مع نجم مصر النادي الاهلي كابتن محمد يوسف. كابتن محمد يوسف يعني كان لاعب كان على خلق عالي وبحترمه وانا مشجعيه يعني كده، وكان لاعب حلو وبيلعب براسه حلو، وكنا بنتفرج عليه زمان ايام ما كنا بنشوف الاهلي والزمالك، وكنا بنحب محمد يوسف. انا زملكاوي بس انا بحب محمد يوسف صراحه كلاعب، وكان مدرب وحصل على بطوله افريقيا مع الاهلي، احسن اللعيبه اللي كانت موجوده في مصر وفي النادي الاهلي طبعا، وحقق بطولات كتير جدا مع النادي الاهلي. كفايه ان هو اخر مدرب واخد بطوله افريقيا مع النادي الاهلي. كابتن محمد يوسف طبعا من اللعيبه الكبار اللي هم اثروا مع النادي الاهلي كتير، وكان محقق بطولات مع النادي الاهلي زي الدوري المصري. كان يعني لا ينقص شيء عن اي نجم اللي هو موجود دلوقتي، هو من جيل جميل يعني، اللي هو ما بعد الخطيب يعني، راجل كان حريف وكان راجل يعني له دور، ومدرب برضه حضرناه في الاهلي جاب بطولات، وراجل معروف يعني كويس جدا بصراحه. هو اخلاقيا علم ناس كتير، واجيال الجيل اصلا القديم عامه كله كان فيه اخلاق عن دلوقتي كتير يعني. كابتن محمد يوسف كلاعب انا ما حضرتلوش مشكله، ومدرب برضه كان ليه تاريخ كبير مع النادي الاهلي. كلاعب كان اخلاق يعني، انا شفته ما خدش انذارات كتير، مع ان هو كان باك شمال والمفروض وسيرد باك، فالمفروض كان ياخد انذارات كتير بس ما كانش بياخد انذارات يعني. جاب جون في الزمالك ودي برضه حاجه نادره، ودي حاجه مضايقاني انا كزملكاوي، بس كلمة الحق لازم تتقال. وهو كمدرب خد كأس أفريقيا، ودي كانت فيها ميزة كويسة جدا بصراحة يعني. كان كل الناس بيقعدوا يقولوا مانويل جوزيه هو اللي عمل بطولات وبتاع، لكن محمد يوسف أثبت إن الأهلي بياخد البطولة بغض النظر عن مانويل جوزيه موجود أو مش موجود. كابتن محمد يوسف من الناس اللي هم يعتبروا رموز من النادي الأهلي. راجل إدى الأهلي كتير قوي ولعب للاهلي وجاب للاهلي بطولات وكان حاجه رمز يفتخر بيه في النادي الاهلي. كابتن محمد يوسف من الناس المشهورين قوي في الفريق الاهلي، وكان ليه بصمات وهو بيلعب، كان بيلعب باك شمال، ولما كان مدرب برضه هو اخر واحد خد معانا بطوله افريقيا في النادي الاهلي، وبحب اوجه له الشكر على مجهوداته في النادي الاهلي، واتمنى اشوفه تاني في النادي الاهلي ان شاء الله. لا محمد يوسف من الجيل الوسط اللي ادوا الاهلي كتير، وهو كان لاعب ممتاز جدا، واخلاق اهم حاجه، اخلاقه كانت عاليه جدا، كان لاعب مقاتل في الملعب، وانا حضرت له طبعا ماتشات كتير وخد بطولات كتير مع الاهلي ما شاء الله. لا لاعب اخلاق ولاعيب فعلا، لاعب كوره، كان لاعب جامد وكان لاعب محترم. احنا طبعا الاهلي معودنا على كده دايما يعني، لعيبته دايما كلها بالصفات دي يعني. انا من الناس اللي بحبه، وبعدين انا كمان شايفه في التدريب متفوق جدا وكويس وماشي بخطوات كويسه، ونتمنى ان احنا نشوفه في احسن اماكن ان شاء الله يعني. ذكريات حلوه يعني، وحشتنا بطوله افريقيا، وان شاء الله السنه دي يكون وشنا وش كابتن يوسف على جمهور الاهلي حلو ونحقق البطوله. شايف فرص الاهلي السنه دي في بطوله افريقيا ازاي يا كابتن؟ قويه الاول طبعا. قبل ما اتكلم عايز اشكر طبعا التقرير اللي اتعمل، والجمهور بشكرهم جدا على شعورهم وعلى كلامهم الجميل. لما شفت الكاس افتكرت رجعت بيا الذاكره طبعا للاحداث، وبدات يعني بدات افتكر في اكيد مواقف صعبه جدا، مواقف طبعا، افتكر مواقف وبدات افتكر كلام يعني ناس كانت بتكلمني في الفتره دي عشان يعني اكدوا عليا الفوز بالبطوله، وقبل ما نلعب النهائي في ملعب مقاولين. انت كان عندك احساس ان البطوله ممكن في السيزون اللي انت كنت اللي احنا فزنا بيه؟ انا كان عندي يعني مش عايز اقول متاكد، لان طبعا صعب ان انت تبقى متاكد قوي في كره القدم، بس حاسس انها قريبه. لكن حاسس انها قريبه، احنا كنا كسبنا قبلها بسنه بطوله افريقيا من الترجي،
وكانت فرقتنا يعني فيها استقرار وفيها لعيبه اقوياء، فيها نظام. النادي الاهلي، النادي الاهلي كمان مكان يساعد على النجاح، يساعد على الفوز بالبطولات. كابتن حسن حمدي طبعا في الفتره دي كان يعني في الحته الاستقرار وحته الدعم والمسانده، بصراحه كان بيعملها بشكل قوي جدا. وفي نفس الوقت كمان احنا كان هدفنا، انت عارف الفتره دي كان ما فيش دوري وكان الكره واقفه، فكنا كل اسراء يعني كل التركيز رايح المنظومه لاعبين وجهاز فني ومجلس اداره ولجنه كوره، كله كان تركيزه واصراره ان احنا نفوز ببطوله افريقيا عشان نفرح جمهور. انا عايز اللحظات الصعبه، يعني اللحظه اللي انت حسيت ان البطوله بتبعد فيها عن النادي الاهلي، في بص او ان الحلم قرب ينتهي. يعني في لحظه لما خسرنا من اورلاندو بايرتس في دوري المجموعات، كنا لسه في المجموعه، فخسرنا 3-0 في الجونه. الماتش ده كان في رمضان، احنا لعبنا واحنا صايمين، كان الساعه 4 العصر عشان ما فيش اضواء اضواء في ملعب الجونه، اضواء كشف، اضواء كشفه. وفي نفس الوقت بقى فريق اورلاندو جاي فاطر طبعا، احنا بنلعب في رمضان، اللعيبه صايمه كلها، وبنلعب الساعه 4 وفي الجونه في شهر 7، كان صعب جدا، كان يعني المباراه دي كانت قاسيه جدا على اللعيبه، ودي خسرنا فيها 3-0. كانت تاني مباراه في دوري المجموعات. اللحظه دي شويه فعلا كانت يعني لحظه صعبه. قدامها مثلا في لحظه انا حصل لي برضو او بدات اشوف الكاس، بدات اشوف الكاس، كسبنا الزمالك 4-2 في خامس مباراه في دوري المجموعات. خامس مباراه في دوري المجموعات، لان احنا بعد المباراه اللي خسرنا 3 دي كسبنا اربع مباريات. طب خلينا ناخد تليفون ونرجع نكمل المشوار ده، مهم جدا. معانا على التليفون واحد من اسرع لعيبه مصر، فيراري مصر. مش عارف هتعرف تجيبه من الصوت ولا ايامين احنا. لا، ياسر ريان هو اكيد. يا كابتن ياسر مساء الفل. خير يا كابتن، اهلا وسهلا بيك، نورنا. ربنا يخليك، سعداء دايما بسمع صوتك حبيبي. يا حبيبي يا كابتن ياسر، انتوا كنتوا توكيل الخط الشمالي يا كابتن ياسر. بتكلم انت معاك نجم النجوم فعلا، عصر الذهب والله. ومن ما فيش سير دي باك طبعا مشتقلان في الاجيال اللي موجوده، لكن انت بتتكلم على سير دي باك عصري يعني. في الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه، وازاي امتى يزيد وامتى يغطي فريق. لا انت بتتكلم على والله مش انت ياسر، انت كنت لعيب جامد يا ياسر، انت كنت سريع وكان ينقل لنا الهجمه. ياسر انا زميل يعني، احنا زمايل بعض من منتخبات الناشئين، يعني لعبنا مع بعض منتخب قبل ما يجي النادي الاهلي، كان هو في نادي المنصوره، كان نجم في نادي المنصوره. وياسر لعب صغير، ياسر لعب 16 17 سنه، لعب في نادي المنصوره فريق اول، وبعد كده انتقل بقى للنادي الاهلي سنه موسم 92. جالنا بقى، بقينا مع بعض وكملنا بقى اهلي ومنتخب برضو مع بعض، منتخب اولمبي ومنتخب مصر، منتخب اولمبي ومنتخب مصر. وبعدين حتى الصدفه بقى، بعد ما انا احترفت في تركيا وهو راح السعوديه، احترف برضو في السعوديه، فرجعت انا على امبي وهو رجع على امبي، لعبنا مع بعض. لعبنا مع بعض في امبي برضو. ده حقيقه مشوار عمر يعني يا كابتن ياسر. لا طبعا، انت من احسن الشخصيات واجدع الشخصيات بصراحه ياسر، وهو لعيب حاجه، وسلوكيا وشخصيه جميله، ومن النوع اللي مع زمايله بيحبهم ويحبوا، يعني عارف انسان محبوب في وسطنا يعني. كابتن محمد يوسف يعني. وبره الملعب ايه يا كابتن ياسر؟ لا بقول لك، بره الملعب جميل جدا. هو بص، اي لعيب بره الملعب هو جوه الملعب. عمره ما يختلف، اي حد يقول لك ده بره، لا السلوك ما حدش بيختلف عليها بره وجوه. لكن في ممكن يكون واحد متحمس ده في الملعب، وبره الملعب بيبقى طبيعته هاديه، دي طباع. لكن كابتن محمد يوسف بامانه، لا لو في الملعب كان اولا روحه عاليه جدا، حماسه عالي قوي، بيحب النادي الاهلي قوي قوي قوي، دي مش مجامله، انا شفتها وكنت بحسها في الملعب. ومن نوع لما احنا كنا نخسر ولا نتيجه سلبيه لينا في النادي الاهلي، كان بيبقى برضه من اللعيبه اللي هي الصغيره اللي لها دور كبير مع اللعيبه الكبيره، زي الكابتن شوبير، الكابتن حسام، الكابتن ابراهيم، اللعيبه الكبيره كلها كان محمد يوسف ليه وجهه نظر برضه وهو صغير وبتحترم يعني. ايوه، كنتوا متفاهمين بقى في الحته الشمال دي ولا كان في خلافات بينكم في الملعب؟ قوي، لا قوي قوي. ده هو يحكي لك ياسر من احسن الاطراف، بحكي لك على مصر والزمالك، من احسن الاطراف اللي تلعب. وبعدين عنده كمان حاجه بقى،
انه مثلا ايه انا اوقات ابقى زيد يقوم هو راجع مكاني. طبعا في اوقات انا اقول له يا ياسر ما ترجعش خلاص مثلا انا هقفل وراك وانت خليك قدام. لا كنا متفاهمين جدا لعبنا مع بعض منتخب طارق مصطفى اهلي والزمالك. فاكره يحكي يا كابتن ياسر هيحكيها لك جوه. بيلعب هاف رايت فمحمد يوسف بيقول لي بقول لك ايه اوعى ترجع ورا زيد على طول ما ترجعش ورا خليك قدام. فطارق مصطفى بقى محتار بيني وبين محمد يوسف مين بيدافع طب مين اللي بيهاجم فاحنا كسبانين الماتش ده تقريبا 3-1 لقيته بيقول لنا يا جماعه انتوا عايزين ما انتوا كسبتوا ريحوا بقى نفسكم شويه طارق مصطفى من كتر ما هو تعب من كتر ما هو مش عارف مين اللي بيدافع ومين اللي بيهاجم وهو طبعا في الاستطراريه بتاعتهم بقينا بنبدل عليه انا مره وياسر مره انا فقال حرام عليكم بقى اهدوا شويه انتوا الاثنين اهدوا شويه انتوا الاثنين كسبتوا عايزين ايه ثاني من يعني طلع الفوز طبعا خارج عن ارادته وكسبهم 3-1. طب خليك وانت معانا كابتن ياسر كده احنا الحقيقه ويمكن ده كان سؤالي اللي جاي الكابتن محمد يوسف وبيتهيألي انتوا الاثنين لعبتوا مع كابتن جوهري احنا يمكن بكره بتحل ذكرى كابتن جوهري واحد من اكثر الناس اللي نجحت الحقيقه انها مش بس تحقق بصمه واكثر من بصمه مع الكره المصريه لكن تعمل نقله الحقيقه للكره المصريه بدايه طبعا من كاس العالم 90 وصولا لبطوله الامم 98 في بوركينا فاسو طبعا الله يرحمه. انا وياسر عشنا مع كابتن جوهري كمان غير منتخب اول منتخب اولمبي لان هو كان مشرف على المنتخب الاولمبي واحنا كنا بنستعد لاولمبياد برشلونه 92 فكان هو برضو بيشتغل معانا في المنتخب الاولمبي كمان وفي المنتخب الاول كمان المنتخب الاول طبعا بطوله العالم بطوله الامم الافريقيه وقبل كده قبلها تصفيات كاس العالم وتصفيات كاس امم وبعد كده كاس القارات خلي بالك الكابتن جوهري وليه عين وخلي بالك وليه عين عين كده غير عيون المدربين الثانيه بمعنى اللي الكابتن جوهري لما يبقى مقتنع بمحمد يوسف حتى لو محمد يوسف ما بيلعبش في النادي الاهلي اساسا بس هو مقتنع بيه يبقى موجود معاه في المنتخب صحيح ليه عين في اللعيب الدولي مش اي لعيب بيقول لك يبقى لعيب دولي مش اي لعيب صحيح فكانت من مميزات برضه اللي بيمتاز بيها محمد يوسف اللي انت بتتكلم على لعيب سيرد باك عصري انا ما بشوفش حد زي محمد يوسف الوقت والله ما بهرج انا بتفرج على ماتشات اهو قدام انا بتفرج على بعض المباريات في الدوري هات لعيب نفس ستايل محمد يوسف حبيبي هات لعيب بيطلع مثلا يعمل اوفر او يجيب جون او يعمل هجمه احمد ياسر ريان يا كابتن لا ده احمد مهاجم انا عارف طبعا احمد فرود بالفراوده المحترمين انا بهزر طبعا انا عايز اشوف ما هو في كان في اوقات ايام محمد يوسف كان فيه ابو الدهب في سمير كمونه في مصطفى حنف لكن واحد زي محمد يوسف بالامكانيات بتاعته دي لا يعني محمد يوسف انت بتتكلم على 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 سيرد باك طبعا النادي الاهلي احنا برضو احنا ما فيش حد بيهاجمنا كتير بس هو كان برضو مصدر قلق للفرق الثانيه طبعا انا بقى يبقى مصدر قلق للفرقه اللي قدامك بتبقى مستقله بشكرك يا كابتن ياسر شكرا جزيلا على التواصل معانا وتحياتي للكابتن احمد ياسر ريان واحد من الحقيقه الفراوده الواعدين اللي ان شاء الله باذن الله يعني يكونوا اضافه للكره المصريه في الفتره اللي شكرا جايه شكرا كابتن ياسر ريان طبعا نجم مصر والنادي الاهلي ياسر يعني من اللعيبه من اسرع اللعيبه واللعيبه اللي كان في يعني فعلا مفتاح فوز او في فتره التسعينات بتاعتنا طبعا لان كان وبعدين ياسر لاعب تكتيكي سوبل كان راينالد سوبل في 98 و97 استخدمه في اكتر من مباراه بشكل مختلف كان بيفاجئ بيه المنافسين انا عايز منك كلمه عن كابتن جوهري في ذكرى رحيله لا كابتن جوهري الله يرحمه يعني حاجه جميله واب واخ ومدرب ومدير فني ويعني كل حاجه وتجمعنا بيه انا مش عايز اقول لك احنا عشنا معاه يعني 10 سنين ايوه 10 سنين في منتخب مصر فعلا الواحد اتعلم منه حاجات كتيره جدا وانا حتى دلوقتي في التدريب بعمل يعني في حاجات بفكر فيها وبعمل زي ما هو كان بيعمل رغم ان الاساليب المساعده للمدرب اتقدمت أيوة. وحصل تكنولوجي اعلى لكن بيجي برضو في وقت من الاوقات الواحد بيحن للطريقه بتاعت الكابتن جوهري الكابتن جوهري شخصيه فعلا هو خلق ليقود يعني هو قائد ايوه حقيقي ازاي يعرف يجيب حقوق لعيبته ازاي يعرف يجيب حقوق جهازه ازاي يعرف يبقى قدوه للعيبه والاهم ازاي يطلع من اللعيبه اللي معاه افضل ما فيها طبعا كان بيطلع
انت عارف ان احنا واحنا المحاضره كان بيدينا الكابتن جاري وهو بيدينا المحاضره نبقى عايزين ننزل المباراه. أيوة. عايزين ننزل المباراه من الحماس اللي موجود اللي عنه. بيقدر خلي بالك مش اي مدرب يرفع حالة معنوية. يحط الحاله المعنويه عنده قدره على انه يحمس لعيبته ويخليهم يعني اقول لك ايه يكسروا الملعب ده يكسروه. أيوة. بالاضافه بقى لحاجات تانية عايز اقول لك موقف صغير جامعه بيه. كابتن جواري كان على طول يتصل بالمحترفين يعني انا كنت في تركيا كنت انا واحمد حسن وعبد الظاهر السقا وكان ايطاليا فيها حازم امام والمانيا فيها هاني رمزي وسمير كمونه عبد الستار كان في البرتغال على طول يتصل بالمحترفين ياسر رضوان وعماره في المانيا وهكذا فكان يتصل بالمحترفين يعني مش عايز اقول لك شبه يومي عملته النهارده في التدريب اخبارك ايه بتنام كويس ركز عندكم ماتش ويعرف الماتشات انت عارف كان بيقول لنا انت هتلعب يوم السبت عندك ماتش مش عارف مع مين الساعه كذا يبقى طمني على ذاكر لعبته كويس حاجه الحقيقه ان هو واحد من اهم المدربين اللي جم في التاريخ يعني انا بقول لاحمد ابنه احمد يعني يفخر فعلا ان هو سيره باباه لغايه النهارده عايش طب يعني حاجه طب. جميله جدا وما فيش حد اشتغل مع كابتن جاري وما حبوش صحيح انا بشكرك شكرا جزيلا وهيكون لنا حديث وهنتابعك طبعا يعني انت ده بيتك وبالتاكيد هيكون ليك سيف في الفتره اللي جايه مع اقترابنا من قبل نهائي دوري الابطال ان شاء الله البطوله تبقى من نصيبنا السنه دي وان شاء الله ندخل كده الكاس التاسعه ان شاء الله نتمنى ده ان شاء الله بشكرك كابتن محمد يوسف شرفتنا ونورتنا شكرا. في السادسه شكرا استاذ احمد ربنا يخليك بشكر حضراتكم على متابعتنا وان شاء الله نقابل حضراتكم بقى مع بدايه الاسبوع اللي جاي حلقه جديده والسادسه مساء تحياتي لكل جماهير النادي الاهلي.